الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هدي الرحمن في وقوف القرآن. ونحن على موعد إن شاء الله مع الجزء 12 من كتاب ربنا تبارك وتعالى، وأهم الوقوف التي وردت فيه مع بعض اللطائف، فأعيروني قلوبكم وأسماعكم والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد. أيها الأحبة، إن قضية تتبع وقوف القرآن الكريم لبيان وإظهار المعاني لهي عبادة عظيمة وأمر يجلي معاني القرآن ويوضحها للإنسان ويوضحها أيضا للناس. وكم أفسد الأئمة والقراء من المعاني بسبب الخلط في الوصل أو الوقف في مواضع لا يصح الوقف عليها. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كما أسند ابن الجزري هذا الأثر عنه رضي الله عنه، أنه سئل عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فقال الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. انظر كيف جعل معرفة الوقوف نصف الترتيل، فأهلما إلى هذا العلم. نفتح الآن المصاحف في صفحة 224 في الآية 20، وقف لازم في قول ربنا تبارك وتعالى أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. هنا من أولياء وقف لازم. طيب تأمل لماذا وضعت الميم على أولياء؟ إذا أردنا أن نصل يضاعف لهم العذاب، يضاعف لهم العذاب خاصة بأولياء أم خاصة بهؤلاء الذين كفروا واتخذوا هؤلاء الأولياء من دون الله عز وجل، وهؤلاء الذين أخبر الله عز وجل أنهم افتروا عليه كذبا وأنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون؟ يضاعف لهم العذاب وصف لهؤلاء وليس لكلمة أولياء. فإذا وصلنا وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، لأوهم أن جملة يضاعف لهم العذاب خاصة بالأولياء، يعني ليس لهم أولياء يضاعف لهم العذاب، بل الأولياء الذين لهم عذابهم لن يضاعف لهم. هذا الكلام غير صحيح. وكما قلت لدفع هذا الوهم نقف على أولياء وما كان لهم من دون الله من أولياء، أي ينصرونهم عند الله عز وجل ويرفعون هذا العذاب عنهم، ثم نبدأ يضاعف لهم العذاب لافترائهم على الله عز وجل ولصدهم عن سبيل الله. نفتح الآن أيها الأحبة صفحة 225 في الآية 31، الله عز وجل يقول على لسان عبده نوح عليه السلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. ماذا تجدون على كلمة أنفسهم؟ الجواب في بعض المصاحف لا يوجد علامة. من لم يضع علامة لا يصح البدء عنده بإني إذا لمن الظالمين، فتكون هذه الجملة جملة تعليلية مرتبطة ترابطا شديدا بما قبلها، أي ولا أقول لكم عندي كذا وكذا وكذا وكذا، فإن فعلت ذلك إني إذا لمن الظالمين، إن قلت هذا وفعلت هذا. ومن وقف على كلمة أنفسهم ووضع عليها علامة صلة وهي علامة الوقف الحسن، فإنه يبدأ بإني إذا لمن الظالمين على تقدير إن أجبتكم إلى ما طلبتم مني أو إن قلت لكم هذه الأشياء السابقة في الآية.
ويصح أيضا، يمكن هذا أول مرة أذكره لكم، أن يكون معنى صلة هو عدم الترجيح، يعني هو لا يرجح بين هل هي مرتبطة ترابط شديد بما قبلها ولا صح الاستئناف. هنا أنت تكون يعني لا ترجح، فلذلك يوضع صلة. من الذين وضعوا صلة فضيلة الشيخ محمد خلف الحسيني في المصحف الأميري، وقد سبق أن أشرت أنه من أضبط المصاحف في الوقف والابتداء. عندما نفتح صفحة 226 في الآية 38 في قول الله عز وجل: قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. السخرية أفعال المقابلة مع بعض، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم، هنا يؤدى هذا مع هذا، فهذا أولى وأجود. هذا الوقف أو هذا البدء المضحك في 230 في الآية رقم 72، بعض الشيوخ قرأ عليه أحد الطلاب: قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز، ثم بدأ وقال أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، ولا يصح هذا البدء بحال، فإن هذا من كلام السيدة سارة رضي الله عنها وعليها السلام. طبعا الشيخ علق عليه تعليقا شديدا لا داعي لذكره الآن. أقول أيها الأحبة، لو فتحنا صفحة 233 عندنا الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما شاء ربك، الآية: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إذا كان الاستثناء متصل فهنا نربط المعاني ونؤكدها، وهذا الاستثناء يحتاج منا إلى بحث تفسيري. ما معنى ذلك؟ ما معنى أن أصحاب النار خالدين في النار ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فهل سيخرجون منها؟ ما معنى الاستثناء وما أثره في فهم المعنى؟ عموما الاستثناء مترابط ومتصل بما قبله، فلا يصح أن نقف على خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ثم أبدأ إلا ما شاء ربك، هنا نصل حتى نقف على كلمة ربك، ومثلها أيضا في الآية التي بعدها: مع أهل الجنة. نفتح أيها الأحبة الأكارم صفحة 237 في سورة يوسف، هذا الوقف أيضا المضحك في قول الله عز وجل: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، فيضطر الإنسان لضيق نفسه أو لغير ذلك أن يقف على فأكله، فيوهم أن فأكله تعود إلى أن يوسف أكل المتاع، وإنما الضمير يعود على يوسف عليه السلام والفاعل هو الذئب. نختم هذه الحلقة بهذا الوقف المهم، والذي هو في الآية 24 في صفحة 238، هذا الوقف وهو قول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية مما أدى لاختلافهم في الوقف والابتداء، فهل حدث من يوسف هم؟ وما معنى هم المرأة؟ وما الفرق بين همت به وهم بها؟ فهل وقع من يوسف عليه السلام هم؟ وما معنى هذا الهم؟ أقول اختلف المفسرون في هذا، فمن المفسرين من ينفي عن يوسف عليه السلام الهم مطلقا ويقول لم يهم بها، ويوجه ما بعده يقول: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، يعني لولا أنه رأى هذا البرهان، والبرهان من الله عز وجل أيا كان هذا البرهان، سواء كان جبريل أو كان يعقوب عليه السلام، المهم أن الله أراه آية من آياته فجعله ينصرف. إذن عند هؤلاء يلزم أن يقف القارئ على به: ولقد همت به، ثم يبدأ: وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، ويكون بذلك أنه لم يهم بها. وبعض المفسرين رفض هذا الكلام، منهم ابن جرير وغيره، يمكن جمهور المفسرين على غير ذلك. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله: لا يصح في اللغة العربية تقديم جواب لولا، أي لا يصح في اللغة العربية أن أقول كنت سآتيك لولا وجود زيد، هذا غير صحيح، بل لولا وجود زيد كنت سآتيك أو لأتيتك. فهنا لا يصح أن يركب الأسلوب هكذا
وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، على تقدير لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، إذن هو لم يهم بها. نقول الرأي الثاني يقولون أنه هم بها، وهذا الرأي ينقسم إلى قسمين. فريق يقول أنه هم فعلا بها وأن يجاريها فيما طلبت منه فحل السراويل، لكن الله عز وجل عصمه ومنعه وقام ولم يفعل شيئا. وبعض العلماء يقولون أن وهم بها هما قلبيا بحكم الطبيعة وبحكم الفطرة البشرية، ولعل هذا الرأي هو الأولى على الرأي الثاني الذين يثبتون الهم، سواء كان هم قلبي فقط لإثبات الفحولة والرجولة ليوسف عليه السلام، وأنه لو لم نثبت هذا الهم لما كان شابا. ولا يمدح الإنسان الذي لا تتحرك له شهوة، يعني الإنسان إذا رأى امرأة تدعوه وهي امرأة ذات جمال ومال وسلطان وغلقت الأبواب وكل شيء وليس عنده أي شهوة إطلاقا، قد يقال هذا ليس رجل، هذا لا تجري له رجولة، لم تتحرك له شهوة. لكن إذا كانت عنده الشهوة فمنعها ودفعها ابتغاء وجه الله فهذا يمدح. ولذلك أقول الرأي الثاني لا بأس بالوصل، فنصل بين ولقد همت به وهم بها، فتكون الجملة الأولى معطوفة على الجملة الثانية، معطوفة على الجملة الأولى، وهذا العطف إن شئت أن تقف وإن شئت أن تصل، ونضع علامة صلة. هذا ما رجحه أكثر المصاحف ووضعوا علامة صلة. وقد وقفت على كلام نفيس للألوسي رحمه الله، قال وهم بها أي مال إلى مخالطتها بمقتضى الطبيعة البشرية، ومثل ذلك لا يكاد يدخل تحت التكليف، وليس المراد أنه قصدها اختياريا، هذه النقطة مهمة جدا، وليس المراد أنه قصدها اختياريا، لأن ذلك أمر مذموم تنادي الآيات بعد ذلك بعدم وصف يوسف عليه السلام بها، وإنما عبر عنه بالهم لمجرد وقوعه في صحة همها في الذكر على سبيل المشاكلة لا لشبهه بها، يعني هنا للمشاكلة بين الهمين، فذكر الله عز وجل هذا الهم، لكن همها كان مقرونا بعمل وبتغليق الأبواب وبتهيئة للنفس وقول هيت لك ومجاراة وغير ذلك وإلحاح، وأما همه فهو هم فطرة وهم طبيعة بشرية، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. وقد ذكر المفسرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، لأنه تركها من جراء الله سبحانه وتعالى. والحديث حديث صحيح. أيها الأحبة، سواء أي رأي أنت يعني تأخذ به، الأمر فيه سعة، فإن أردت أن تقف لإثبات العصمة المطلقة للأنبياء فلا بأس، وإن أردت أن تصل فلا بأس، لكن لا يلوم أحد على الآخر فيقول لا هذا الصحيح ولا صحيح غيره، هذا الكلام مرفوض تماما. بالعكس، الذي أقوله لكم أن أكثر مفسري السلف على القول بأنه هم هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.